أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال عن رغبة بلاده بتخفيض عدد تأشيرات الدخول لمواطني الجزائر والمغرب إلى النصف وب30% للتونسيين، وأضاف المتحدث بأن ذلك يعود لرفض حكومات هذه البلدان إعادة مواطنيها غير الشرعيين الذين هاجروا إلى فرنسا. وقال أتال إن القضاء الفرنسي أصدر أمرا بحق 7731 جزائريا بمغادرة البلاد بين يناير ويوليو من هذا العام، عدا منهم فقط 22 شخصا. وأضاف أتال بأن الرئيس ماكرون توصل إلى قرار خفض عدد التأشيرات بعد تجربة عدد من القوانين والمناهج والحوار وتقديم برامج التنمية، ليتحول في النهاية إلى خيار العقوبات والتخفيض. كما طلب إيمانويل ماكرون من الخدمات القنصلية إصدار 31500 تأشيرة بحد أقصى للأشهر الستة المقبلة، بعد أن كانت فرنسا قد أصدرت نحو 63000 تأشيرة ل 96000 طلب في الأشهر الستة الأولى من عام 2020. جاء هذا ردا على رفض الدول الثلاث، إذن الجزائر، المغرب وتونس، إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها. وأشار الناطق باسم الحكومة الفرنسية إلى أن الدول الثلاث لا تريد استعادة رعاياها وباريس لا ترغب في إبقائهم، مضيفا أن موقفهم يبطئ من عمليات الترحيل.